نعم، يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد بن مسروق القطان، عن سفيان، سفيان نعم الأول يحيى بن سعيد القطان، وهذا سفيان الثوري، سفيان بن سعيد، وشعبة، وشعبة ابن الحجاج أبو بسطام، قال حدثنا حبيب، وحبيب ابن أبي ثابت حا، قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان، سفيان الثوري، عن حبيب عن أبي العباس، وحبيب كما سمعنا هو ابن أبي ثابت، عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أجاهد؟ قال لك أبوان؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. وطاعة الأبوين من الجهاد، ومن وفقه الله وسدده فإنه يكون بارا بوالديه. ومن أساسيات التوفيق للعبد في هذه الحياة أن يكون برا بوالديه، كما جاء في الحديث رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. فإذا كان الجهاد يتوقف على إذن الأبوين، والجهاد هو ذروة سمام الإسلام، كيف بغيره؟ وكيف إذا انشغل الولد بالمباح عن طاعة والديه؟ بل كيف إذا انشغل بالمحرم عن طاعة أبويه؟ هذه خسارة يخسرها من فرط في حق والديه. إذا كنت في الصلاة وناداك أبوك أو نادتك أمك، الواجب عليك أن تقطع الصلاة. إذا كانت الصلاة نفلا، كما في حديث جريج، أتت إليه وقالت يا جريج، قال يا رب أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، فترك أمه وأقبل على صلاته، وهكذا عادت الثانية والثالثة، ثم دعت عليه فاستجاب الله دعوتها. فحق الوالدين عظيم، حق الوالدين عظيم وعظيم. وانتبه أن تضيع وصية الله التي وصاك. أحيانا يكون الإنسان في ورطة أو في هلكة، على شفا هلكة، فببره بوالديه يجعل الله له فرجا ومخرجا. وهذا هو داب الأنبياء من أولهم إلى آخرهم. نعم، ولو كان آباؤهم من الكفار فالوالد له حق ولو كان كافرا. وانظر إلى خطاب إبراهيم مع أبيه، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن
فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال الحافظ رحمه الله: وترجم له هناك أي في باب الجهاد، الجهاد بإذن الأبوين، ووقع عند أحمد من حديث أبي سعيد: هاجر رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل باليمن أبواك؟ قال: نعم. قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: ارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك وإلا فبرهما. لكن الحديث من رواية ابن لهيعة عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم، وهذا الإسناد ضعيف. قال الحافظ: قوله ففيهما فجاهد، أي إن كان لك أبوان فابلغ جهدك في برهما والإحسان إليهما، فإن ذلك يقوم لك مقام قتال العدو. الشيطان ربما أثقل عليك طاعة الوالدين وألقى في نفسك، وربما ضاق صدرك، وهذا من وسوسة الشيطان. ولا شك أن أنصح الناس لك هما أبواك، يريدان لك السعادة والخير، ولهذا وصايا الآباء للأبناء ذكرها ربنا في القرآن: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. فانتبه ثم انتبه. الإحسان أين بأصحاب العقوق؟ ومن عق عق، من عق والديه عقه أولاده. وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. والمسألة كيفما تدين تدان، كيفما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل، فأحسن إليهما واخفض لهما جناح الذل، وإياك من التأفف. لا تقل أف، وهي كلمة يراد بها التضجر، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. نعم. جرير ذلكم الشاعر الفحل قال لأبيه الكاذب أمه زانية، فجاء ولده وقال هذه المقولة، فقالت أمه ونهرته قال دعيه، قلت لأبي كما قال لي. نعم، قال لأبيه كما قال ابنه له. فالمسألة تحتاج إلى جهاد، ففيهما فجاهد، أي بالغ حتى تبلغ الجهد، ولو تعبت، لو تعبت لا يضرك. من صور البر ما ذكره أهل العلم أن بعضهم كان في الأيام الباردة يسخن أو يلطف الماء البارد لأبيه من أجل أن يتوضأ، ويضع الماء البارد على بطنه من أجل أن تذهب برودته ليتوضأ أبوه. لا يتقدم كما جاء عن أبي هريرة أنه لا يتقدم أباه إلا إذا خاف عليه، إذا خاف عليه ويحسن له القول، ولا يخاطبه بالكنية يا أبا فلان. نعم، وإنما ينادى بالأبوة.
يا أبتي، هكذا خاطب إبراهيم أباه. وهكذا أبناء يعقوب قالوا يا أبانا، فينادى الأب بهذا اللفظ. وإذا أفل القمر وغاب ستعرف، سيفقدني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. نعم، إذا مات أبوك تعض على أصابع الندم ولا تتذكر إلا الإساءة والعصيان، فأحسن ثم احسن، وإن أمراك أن تخرج من الدنيا إلا إذا أمراك بمعصية الله تبارك وتعالى، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إلى هنا، بارك الله فيك.